ممكن تقف شويه بس معانا عند الشخصيه القياديه دي؟ يعني في ناس دايما بتفتكر انه الشخصيه القياديه دي تبقى شخصيه عنيفه او تبقى شخصيه جامده او تبقى شخصيه الناس تخاف منها او تهابها، لكن اللي كانوا دايما قريبين من كابتن صالح كانوا يقولوا عكس كده. يعني عايزك تشرح للناس التركيبه دي، المايسترو اللقب اللي اطلق عليه ده تركيبتها عامله ازاي؟ يعني تمام. فهو قال للعيبه فعلا، قال لهم اللي هيمرنا النهارده طه. ايوه. وعاوز يعني قال الكلام دوت، انا ما سمعتوش طبعا بعد ما الاستاذ عبد الصالح قال له يعني. وفعلا نزلت لقيت يعني اللعيبه اكن انا اكبر منهم في السن وان انا مدرب كبير، يعني اداني الاحساس ده هو الكابتن صالح يعني. وزي ما حضرتك بتقول يعني، اولا كان دمه خفيف جدا، كان مؤدب جدا، يعني مهما احكي انا ما بقولش الكلام ده يعني مجرد كلام، دي حقيقه مليون في الميه يعني. ومريت بظروف يعني هحكيها في الاخر، في رحله برضو مع الكابتن صالح كلاعب وانا كنت مدرب، اللي هي بعد 67 كنا اول نادي نسافر بره مصر يعني. ايوه. كان في لبنان والكابتن صالح كان لعيب ساعتها. أيوة. سنه 67. هو كابتن صالح مش اعتزل 67؟ ما هي اعتزاله بعد الرحله اللي احنا بعد الرحله دي. ايوه، لانه لعب المباريات دي هناك. وعندي طبعا ارشيف، لعبنا حوالي، مش حوالي، لعبنا 5 مباريات.